فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا وأنا ذاهب إلى المسجد أمر بأناس يعملون أو يكونوا غافلين عن الصلاة فآمرهم بالصلاة ويؤدي ذلك إلى فوات جزء من الصلاة علي، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما أظنه يفوت عليك، تمر تقول لهم صلوا جزاك الله خير وأنت ماشي ما يفوت عليك شيء من الصلاة، أما إنك تقعد معهم وتقول لهم يلا يلا امشوا قولوا، لا يكفي إنك تقول صلوا جزاكم الله خير وتمشي وأنت في طريقك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.